بسم الله الرحمن الرحيم. قناة الملاعب الرياضية، برنامج قاد الجولة، دردشة رمضانية اليوم مع حكمنا الدولي، الحكم الإعلامي والحكم اللاعب السابق والآن الحكم الدولي معتز عبد الباسط خير الله، من الحكام يعني النخبة في السودان ومن الحكام النخبة في أفريقيا، ويكون معنا الليلة في دردشة، ودردشة يعني إن شاء الله يعني تكون خطيرة جدا، لأنه معتز عبد الباسط من الحكام يعني اللي عندهم مباريات كبيرة جدا ومباريات يعني مثيرة في مكان إن كان محليا أو دوليا. وبنرحب بحكمنا الدولي معتز عبد الباسط. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الملاعب، برنامج قاد الجولة، دردشة رمضانية اليوم مع حكمنا الدولي معتز عبد الباسط، حكم دولي وحكم من الحكام النخبة المحليين. في البداية يعني رحب بك حكمنا الدولي معتز عبد الباسط وبرنامج قاد الجولة في قناة الملاعب، رحب بك وإن شاء الله نأخذ معك دردشة خفيفة رمضانية. وعليكم السلام أخونا العالمي وليد، وكل سنة وأنت طيبين، تصوموا تفطر على خير. كل سنة وأنت طيب ورمضان كريم. ونحن ضارين نشوف البداية لحكمنا الدولي معتز عبد الباسط، بداياتك والمعلومات اللي عندنا إنه كنت لاعب وكنت يعني من اللاعبين المميزين. فدارين نشوف بدايات حكمنا الدولي معتز عبد الباسط. والله يعني الحمد لله لعبت في موارد الخرطوم طبعا، ولعبت في رابطة سجان الصورة ورابطة الناشئين، ثم بعد ذلك رابطة ديوم الشرقية المجد ورابطة الميقوم والوادي، بعد ذلك يعني طوال صعدت إلى بري، لعبت في بري والحمد لله. من بري كانت في الدرجة الكام؟ كان في الدرجة الأولى. بري في الدرجة الأولى الجبال، وصعدوني للتيم الأول يعني. يعني ما عجوز كده يا وليد يعني شديد. لا كويس يعني ناس بري. نحن طبعا يعني نشكر نادي بري من الأندية العريقة في الخرطوم. نعم كان في الدرجة الأولى، لعبت كان عندها الشباب أو الأشبال، ومن الأشبال في الخمسة اللي بيلعبوا في التيم الكبير، والحمد لله بعد ذاك صعدت. أنا عندي معلومة إنك لعبت في حلفة. نعم بعد ذلك جيت لعبت في حلفة جديدة في فرق مرشد الدرجة الأولى، كان صعد وثبتنا بحمد الله. يعني أقدم التحية إنه في أحد المباريات يعني كرمت في حلفة جديدة، وبعد ذلك مشيت جبل أولياء الجهات برضو لعبت فيه درجة أولى، بعد ذلك جيت رجعت في الديم وسط يعني تيم الحلة وكذا يعني نهاية المشوار يعني. دي مسيرتك كلاعب. حكم الدولي معتز عبد الباسط، عايزين نشوف بداياتك التحكيمية، وهي طبعا بدايات تقريبا يعني كانت في الخرطوم، وورينا هي كانت بدايات يعني هل أنت تابعت مع الناشئين وصلت للمرحلة دي، ولا أنت خشيت طوال الدرجة الثالثة؟ لا والله يعني من هنا تحية للناشئين، يعني ناشئي الخرطوم الريز عبيد وحسن عبد الجليل والكوكبة دي 97 98 أنا خشيت الناشئين يعني
سنتين كانت حافلة، ويمكن خلت محتضر عبد الباسط إنه يكون حكم. 99 الحمد لله خشيت الاتحاد، امتحنت باسم العيلفون يعني الوقت ذاك الخرطوم ما عندها جالسين. أيوة. أخونا بدر الدين حمزة سجلني مع العيلفون يعني، فسجلت مع العيلفون وقعدت معهم 6 شهور الأولى، ثم بعد ذلك تحولت للخرطوم يعني. يعني خرطوم يعني انت من العيلفون اول جلوس ليك للدرجه الثالثه كان منطقه العيلفون باسم العيلفون طبعا. العيلفون والجبلاويه هي منطقه تابعه لمنطقه تابعه للخرطوم، ونحن برضو عم نعبيد في الناشئين يعني مدرسه متفرده في تخريج الحكام يعني، اخونا بدر الدين من الحكام برضو اللي كانوا هم بيحبوا انه يعني حفز الناس للتحكيم صراحه. نحن من الناس اللي حفزونا برضو هم عبيد واخونا بدر الدين. التحكيم الدولي وقبل القومي يعني، الان انت تسلسلت خشيت والتسلسل بتاعك كان ممتاز جدا انك بديت بالناشئين، الان عندنا اساس متين ودارين نشوف دخولك الكشف الدولي، وقبل الدولي دارين نشوف دخولك القومية. 99-2000 استمريت في الثالثة، 2001 امتحنت للدرجة الثانية، بحمد الله 2002 استثنوني طوالي للدرجة الأولى امتحنتها وبحمد الله نجحت يعني. وفي 2002 بحمد الله يعني خشيت يعني مباراتي ذاتها كانت في القومية. أيوة. فامتحنت فيها والحمد لله نجحت وخشيت القومية 2002 ذاتها يعني. ممتاز. ودار ممكن لو ممكن تكون مذكرة المباراة القومية؟ والله طبعا مباراة القومية كانت امتحان كان بين الأمل العبراوي كان في التاهيلي وبين الرابطة الدامر. يعني بدايات مبشرة. والشارة الدولية؟ الشارة الدولية طبعا ترشحت 2005 ونلت 2012. 2012 حكم من الدولي معتز عبد الباسط نال الشارة الدولية وأصبح من الحكام الدوليين، الحكام اللي يمكن عندهم باع في أفريقيا وعنده نخبة بتاعت بي اللي هم الحكام الكلاس بي في الاتحاد الأفريقي، وعنده بطولات في الاتحاد الأفريقي. وهو يعني ممكن يعني تتذكر لنا البطولة بتاعتك كانت وين ومتين؟ والله بداية خشيت البطولة العربية 2012، سيكاف 2013، النخبة طبعا 13-14، بعد ذلك اختاروني وبحمد الله في بطولة الشان 2014، ممكن انطلقت من هناك يعني. والله هذه إنجازات كبيرة، بطولات ما سهلة لحكم. من بعد ذلك 2015 أمم أفريقيا للشباب، وسبحان الله إنه البطولات دي كلها يعني عند الرقم 3 كلها، يا رابع في الثالث والرابع يا لعبت الثالث والرابع. طيب أنا هنا خشينا في إنك حكم دولي وبطولاتك وإنجازك، الآن يا معتز عبد الباسط دايرين نشوف ركلة حرة غير مباشرة في حياتك، ركلة حرة غير مباشرة لا يمكن إحراز هدف منها مباشرة بنص القانون بتاع الحكام، والركلة الحرة المباشرة يمكن إحراز هدف منها مباشرة، فدارين نعرف الركلة الحرة غير مباشرة في حياتك والركلة الحرة المباشرة. والله يمكن الحرة غير مباشرة يمكن تأخير التعليم بالنسبة لي يعني، مش التعليم الأكاديمي طبعا، تأخير دخول الجامعة يعني. واصلت فني وأخذت الدبلوم في الإلكترونيات الحمد لله، واصلت ده مجالي طبعا، لكن الأكاديمي بعد ذلك تعطل إلى 2017 يعني. نحن عندنا معلومة أنه طبعا معتز خش دبلوم فنيين وبيعمل في القوات إذاعة القوات المسلحة، وبعد ذلك يعني معروف انه ما يعني من تلقى الوظيفه بتنسى يعني الدراسه وبتنسى الحياه المغرطه. اخذ مننا يعني جزء كبير يعني من الزمن والوقت، ونعتبر انه التحكيم برضه ركله حره غير مباشره اخرتك في مجال التعليم. وطيب الركله الحره المباشره؟
الحرة المباشرة يمكن بحمد الله الواحد دخول الجامعة ومواصلة التعليم، يعني درك الحرة مباشرة والواحد يعني أحرز منها هدف. ممتاز، يعني جبتهم مع بعض يعني مباشرة وغير مباشرة، ممتاز جدا. يعني احنا بنعتبر انه يعني كونه حكم يكون عنده مؤهلات، عنده دبلوم وفي الإعلام، وعنده بيقرأ الآن تربية بدنية ورياضة الآن. يعني نفتكر انه هي ما حاجة سهلة، حكامنا مميزين، حكامنا إمكانياتهم كبيرة جدا، وظائف يعني برضو محترمة. ونحن حنخش في تسلل في حياتك، لكن بنخش فاصل ونواصل بعد الفاصل عن التسلل في حياتك. بنعود لحكمنا الدولي معتز عبد الباسط وبرنامج غاد الجولة، ودارين نشوف التسلل هو يعني بالنسبة للفريق صعب جدا لما تحسب على اللاعب بيزعل زعل شديد جدا جدا، فنحن عايزين نعرف التسلل في حياتك. والله يمكن أنا أقول تسلل مني او تسللت مني ام افريقيا يعني، وبعد ده الواحد بيتمنى انه يصلها، لكن ما تبقى من يعني من سنين المسيره الدوليه ان شاء الله. انت شاركت في بطولات اندر 17 واندر 20، وشاركت في بطولات عربيه، وشاركت في سيكافا، وشاركت في كاس افريقيا للمحليين. نتمنى انه مشاركتك في كاس افريقيا وهو ما قريب عليك، وباذن الله يعني يكون يعني هدف الحكم المساعد، حيشوف التسلل ده حيجيله هدف ان شاء الله. بنجي للحكم الدولي معتز عبد الباسط في مباريات صراحة يعني نحن كلنا كحكام عندنا بنزنق يعني في مباريات زنقات شديدة جدا جدا، في مباريات بتتمنى ما تنتهي، في مباريات بتتمنى تنتهي قبل وكده بزمن كثير. فدار نسأل معتز في مباراة زنقت فيها زنقة يعني صراحة كده زنقة يعني زنقة حكم، والحكام بيزنقوا كتير يعني ما يعني نحن نتمنى ما تدس علينا الزنقة يعني الحاجة دي، وعندنا فيديوهات يعني عندنا مباريات حكم يقوم مزنق ده يمكن يكون ما اقول لك يقول كذاب يعني، فحتى لو في الصح برضه بتنزنق. فيمكن من اشهر المباريات الواحد ينزنق فيها هلال المريخ يعني، فمشهور بالتنشيطيه يعني بلهسة بنادوب بمعتز تنشيطية معتز تنشيطية هذه. والله يعني كانت من مباراة هلال المريخ في الذاكرة يعني، يمكن مباراة ما تتنسي. أيوة، ويعني دي نحن يعني بنعتبرك الزنقة فيها زنقة كبيرة. والله زنقنا لأنه يعني حصل يعني جاء هدف كان في زمن صعب يعني، ومعروف انه في هو المعروف انه الهلال لو غلب المريخ ما برضى، والمريخ لو غلب ما برضى، وهي مش هم كلاعبين صراحة بيتقبلوا النتيجة لأنه هي يعني يمكن كرة القدم الجمهور طبعا ما بيتقبلوا على ثلاث ركائز، فايز مهزوم وتعادل يعني، يعني هي لازم تمر بواحدة من دي من الثلاثة دي يعني. نحن برضو يعني بنقول لمعتز انه يعني فعلا مباراة هلال مريخ يعني كانت من المباريات في الذاكرة. طيب يا معتز، نحن لو دايرين نتكلم عن انت صمت رمضان برا، نعم، ومباريات كثيرة جدا، نعم. طيب نحن دايرين نعرف شو يعني بتكون فاطر؟ والله يا ما حصل فطرت الحمد لله يعني بينك كذا ما لا 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 لانه ما في يمكن هناك المساحه بتاعت الراحه
كبيرة كبيرة، لكن في المباراة بتبذل جهد عالي، يعني كيف مع الصيام؟ والله ما كانت مؤثرة يعني بالصورة. والله أخي صراحة أنا يعني يمكن أنا أدرت مباراة في كأس العالم للشباب في كوريا، كنت صايم، وصراحة الصيام يعني ربنا بيغطيك. يعني أنا صراحة في المباراة بشوف إنه الصيام يعني أفضل، وطبعا لو أنت مرتاح ويعني عندك كفايتك. طبعا إحنا نختلف الحكام المساعدين بيختلفوا الحكام الوسط، لأنه إحنا يمكن الجري بتاعنا بيصل لكن يمكن عادة هنا يعني أنا كنت أحيانا بكون صايم اثنين أو خميس، أو مرة بيجي السيتوت الدوري بيستأنفوه، فما قاعد اجيب من المباراه. طيب المباراه تعبت فيها؟ والله ما تعبت صراحه يعني في رمضان، في رمضان يعني واحد كان عادي جدا، ومباشره بعد انا طبعا الاذان اصلا بيكون زمنه حان يعني، فالواحد بيكون شايل بلحه معاه والمو اصلا متواجد. والله انا بتذكر عندنا مباراه معتز كنا في مازيمبي، و اغلبه كلها بيطلع بعصر يعني، ومازيمبي والزمالك المصري صراحه الناس مازيمبي يعرفوا ان ناس الزمالك صايمين وقاموا لعبوا مساء واحد ظهر ونحن صايمين. طبعا انا صراحه كان يعني درجه الحراره كانت فوق ال 42 في الكونغو، وكانت اصعب المباريات في يعني كان الحكم الدولي الفاضل ابو شنب، وكان حكمنا الدولي محمد ايدام، ويعني كان حكمنا الدولي يدير المباراه دي كان حكم الدولي خالد عبد الرحمن. صراحه كان من المباريات المهمه جدا وكانت صعبه جدا، لكن احنا برضه اصرينا ان احنا نكون صايمين. والصيام في خارج رمضان بيختلف طبعا من السودان اختلاف، والله يعني لا يختلف توتال يعني، هنا نحن متعودين على الافطار البرة والبريش والعادات بتاعتنا دي يعني. يعني احنا طبعا وانتو ناس من ناس الدين نقولوا ناسنا الدريامة طبعا، لكن هناك يعني هو بتاع اكل الفنادق والافطار بتاع الفنادق يعني. انا في مصر الحمد لله، وفي المغرب في اوغندا يعني يمكن ثلاثة مباريات كنت خارج السودان في رمضان. طيب يا معتز، ركلة جزاء في حياتك احتسبت لصالحك يعني، ما عليك العليك ده كثير، لكن دي ركلة جزاء لصالحك يعني. والله ركلة جزاء لصالحي يمكن الزواج المبكر يعني، دي ركلة جزاء شتى بدري والله يا اخي ديرك الموفقه واحرزتها يعني الحمد لله. يعني بنقول لك يعني والله ديرك الموفقه جدا، كون انك يعني تخش في الزواج المبكر، وما شاء الله يعني الان للمعلوميه معتز بيقرا في كليه التربيه البدنيه والرياضه في دره ثانيه، وولده في ثالثه، ولده في ثالثه يعني ولده سينيور عليهم يعني، دي حاجه كويسه جدا يعني الزواج المبكر. ويعني نحن نتمنى انه الرياضيين طبيعتهم يعني يكون زواج مبكر دائما، ونتمنى انه نشوف محمد معتز ان شاء الله خريج ومن الناس يرفعوا شان. طيب يا معتز، نحن في دردشه معاك يعني خشينا في حته بتاعت الزواج المبكر. طيب انا دارك تديني رساله للحكام الصغار باعتبارهم أبنائك وهم يعني يكونوا يخلفوكم، فدارك توجه لي رسالة للحكام الصغار يعني في كل بقاع السودان، ويعني الرسالة تكون يعني لهم لجيل حائجي، لأنه نحن الآن في زمن التغيير وزمن التجديد لكله يعني. والله يا أخي رسالتين طبعا ما يعني ارجو ان يهتموا بها يعني، ما كلام في اعلام او كلام، نحن يعني كل مره بنقدم النصائح دي الحكام الجدد الحكام المصر القوميين يعني. المساله ما مزالت صفاره او بيرك، المساله قيم تحكيميه، نزاهه، شجاعه، لياقه بدنيه، اهتم بالثلاثه حاجات دي، من هنا يمكن يكون هو شنو حكم النظره يعني. انا زي الحكم
ياخذ يكون النظرة. عنده بعد يعني دار الصلاة الدولية دي في حاجات يعني مصاحباها من ضمنها اللغة، الدخول في القانون، تحسين اللياقة البدنية باستمرار. قانون التحكيم يعني ده صعب؟ والله قانون 17 مادة ما صعبة، هي 17 مادة قانون التحكيم و لكن تطبيقه ولما تشيل الكورة دي وتصافر يبقوا 70 70 70 مادة 70 مادة بصعوبتها يعني مش بصعوبتها يعني ممكن احمر اصفر ده شنو؟ ده اللي بتدير به وانت شنو؟ المباراة. لكن كيفية تطبيقه هي شنو؟ هي الإشكالية في التحكيم. طيب نحن عندنا رسالات أخر، رسالة للاتحاد السوداني ولجنة الحكام، وقبل ما نخش في الرسالة بتاعت لجنة الحكام وبنطلع فاصل ونواصل تاني مع حكمنا الدولي معتز عبد الباسط، وحنشوف يعني الرسالة المهمة جدا للاتحاد وللجنة الحكام وللجمهور الرياضي. بنرجع لحكمنا الدولي معتز بعد الفاصل يعني، ووقفنا معتز في حتة بتاعت ان احنا عايزين رسالة قبال رسالة للاتحاد، عايزين رسالة للحكام الدوليين والحكام القوميين. ان احنا الان رسالة اولى ادينا لحكامنا الصقار، وان احنا الان دارين ندي رسالة حكام الدوليين معتبر انك حكم كبير ويعني من 2012 يعني انت حكم دولي، تدي حكام رسالة للحكام الدوليين ورسالة للحكام القوميين اللي بيدوروا الدوري الممتاز والدوري التأهيلي. ونحن ان شاء الله يعني يمكن دورينا لسه ما اكتمل، لكن احنا دايرين نديهم رسالة. وتفضل يعني ممكن. والله يا اخي رسالتين للحكام الدوليين انهم يعني يرفعوا اسم السودان عاليا، كل ما اتيحت لهم الفرصة في المشاركة يعني، ويعني ما هنا انه اخذت وليد قدامهم ووصلوا لنا كاس العالم. ده هدف اي والله هدف كبير جدا انه نحن حكامنا الدوليين نكون مشاركين في كبرى البطولات العالميه والافريقيه، ونحن بنتمنى انه نحن يكون عندنا يعني ضلع في مشاركاتنا في كاس العالم 22 في قطر، وباذن الله نحن متاكدين انه حيكون عندنا حكم. ويمكن يعني رساله للحكام الدوليين برضو يعني انه هم اهتموا، وحتى لو ما جاتك الفرصه بتجيك ثاني يعني الانسان لا واحد لا يفضل الامل يعني. ومن خلال رساله للحكام الدوليين يمكن رساله للاتحاد السوداني لكره القدم انه يهتم بالتحكيم الدولي في 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 جلب الكورسات اللي بتسقل الحكام باستمرارية يعني. أنا بعيني إنه في كورسات MA يعني بتخص الحكام الدوليين هي أقيمت، ونحن بنتمنى بكثافتها يعني نحن وحضور خبراء، ويكون يعني دائما يجيبوا لنا غامات في التحكيم لكي نستفيد منهم يعني في الكورسات. هذه مهمة جدا للمحاضرين والحكام. وبرضه يعني الاتحاد يمكن 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 يضع للحكام الدوليين بعض الخصوصيات يمكن انا اقولها في 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 الترحيب، في انه ممكن يعمل لهم تامين يعني. ده ما حاجه مستحيله يعني. التامين دي والله يعني حاجه مهمه جدا بالمناسبه يعني، احنا دارين للحكام تامين شامل كامل جدا، ونحن دارين رساله للجمهور السوداني. رساله للجمهور السوداني، كرة القدم دي سفاره، فارجو من الجمهور السوداني بالخصوص يعني
المباراة عبارة عن فوز وخسارة وتعادل، فإنه نحن نتحلى بالأخلاق الرياضية، نتحلى ونتقبل الهزيمة، وزي ما نحن بنفرح بشنو بالنصر. والله يا أخي الجمهور السوداني هو طبعا ملح البطولات المحلية، والمباراة أصلا لو قبل فترة كان المباراة بدون جمهور، هل كنت أنت كحكم بتستمتع بالمباراة؟ بصراحة ما كان فينا يعني ما في استمتاع بالصورة. نحن بنفتكر إنه جمهورنا برضو يعني الآن حصلت لنا عقوبات كثيرة يا منتصر بالباسط في بالنسبة للهلال والمريخ من البطولات من العربية ومن كلها بإفريقيا بسبب الجمهور، فنحن بنتمنى إنه الجمهور يعني يكون رزين، ويعني هو زي ما انت قبل قلت كرة القدم لا تخلو من ثلاث، ويمكن دي يا وليد اقول لك يمكن اثرت علينا عربيا، يعني الدور العربية دي كان بتقيم بطولات في 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 ابو ظبي في قطر في السعودية لكي تجلب الجمهور شنو السوداني، يعني الدورات دي بتقام جمهور زواق، لكن الان الحاجه دي كلها قلت يعني. طيب معتصم عبد الباسط حكم الدولي، عندنا كرت اصفر وورينا استعماله كيف، نحن كحكام مساعدين استعمالنا ما زي استعمالكم انتم، كرت اصفر في حياتك بتديه لمنو طوال يعني، ورينا هو عمنو الكرت الاصفر. الكرت الاصفر انا بديه للشباب أن ما قاعد يمارس الرياضة، وأرجو إنه يمارس الرياضة. ممارسة الرياضة. نعم. يا سلام، يعني دي حاجة جميلة جدا للشباب ولا لكله. والله يا أخي يعني أنا بلاقي العجائز بكمية إنهم بيمارسوا، عشان كده وجهتها للشباب. العجائز هم الشباب. هم الشباب. لأنه بيمارسوا الرياضة. ممتاز جدا. طيب يا معتز، نحن بنشيل الكرت الأصفر ده وبنقول للشباب، لكل يعني الرياضيين، كل اي بني ادم لازم يكون عنده يعني في حياته زي رياضي يتمرن، لانه الرياضه هي صحه يعني للبدن، ونحن من غير رياضه يعني صراحه قاعدين نشوف ناس يعني نحن حياه كثيره جدا يعني. الان برضو عندنا كرت احمر، انا ما اعرف يمدوا كيف الناس معتز ديل. طبعا الكرت الاحمر طبعا ببرزه للجمهور المتعصب، جمهور كرة القدم، جمهور كرة القدم المتعصب، فبديهم كرت أحمر وأرجو إنه ما أبرزه تاني. نحن نتمنى إنه الجمهور يعني معتز طلع عليهم كرت أحمر للتعصب، مش للجمهور، للتعصب بتاع الجمهور. ونحن في الحتة دي برضو بنتكلم إنه اللاعبين يساعدوا الحكام في إدارة المباراة، لأنه صراحة علاقة الحكام مع اللاعبين كبيرة، وعلاقاتكم كيف مع اللاعبين جوا الملعب يا معتز؟ أنا قد تكلمت عن إحنا قاعدين نجري في اللاين، ودارنا أعرف علاقاتكم أنتم حكام داخل المستطيل. والله حقيقة يعني علاقة طيبة جدا يعني بين اللعيبة والحكام يعني، وحتى المدربين يعني تحصل قفشات كثيرة يعني بيننا وبينهم يعني، فالحمد لله يعني علاقة طيبة. نشكر حكمنا الدولي معتز عبد الباسط خير الله، ويعني صراحة كانت دردشة جميلة جدا معه، وبنفتكر انه دردشتنا الليلة كانت ممتعة مع حكمنا الدولي معتز عبد الباسط، ونشكرك معتز عبد الباسط على الدردشة، وإن شاء الله يعني المرة الجاية نلتقي، أنت تكون في محلي وأنا في محلك إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا معتز عبد الباسط.